السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نبارطاجي معكم ان شاء الله ايمن سي يناير، عشاء يناير. فوالا هاي اللي كان هي، واش وجدت لما بيتيت فامي، وجدت لهم ان تري تري بون كوسكوس تيبيكمون كابيل، يعني كوسكوس 100% قبائلي، حيجي بزاف بنين وخفيف وهايل. تانيك حيكون غيش اون فيتامين، الله الله، ويلح بزيت الزيتون. واش نحكي لكم، على بالي بلي كاين بزاف ناس اللي يعرفوه، وكاين تانيك اللي ما يعرفوهش. pour l'occasion هاد لو كوسكوس وسمو سكسو سبعي سوفر. فوالا هاولي كيفاش يجي، يجي بزاف بنان كيما قلت لكم ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. هكذا بلا ما نطول عليكم، نروح نعرفكم بهاد الوصفه. نتمنى لكم ان شاء الله مشاهده ممتعه. بسم الله، نبداو بلي زانغغيديون تاع لا غوسيت تاعنا. عندي هنايا اون كونتيتي تاع كوسكوس تاع طعام، بالنسبه لا كونتيتي تولي ليكم على حساب الافراد تاعكم. عندي ثاني هنايا اون كونتيتي تاع البولي، نحتاجو حبه بصل كبيره ربيتها. عندي هنايا ثاني كميه قليله تاع اللفت، نحتاجو هنايا ثاني حفنه تاع حميصه وحفنه ثاني تاع عدس، استعملوا نتوما العدس الرقيق. فوالا، وهنايا ثاني عندي اون كونتيتي صغيره تاع لوبيا مسلمين ولا لوبيا قبايل، كل واحد كيفاش يسميها. فوالا هوليك الشكل تاعها اللي فيها شغل اون تاش نوار. بور لي زيبيس نحتاجو شويه ملح، شويه فلفل كحل، وعندي تاني عود تاع القرفه، وبيان سور نسحقو تاني الزيت. اول حاجه هنا راح نبدا بها، راح نغسل الطعم ديالي. فوالا في الكسكاس نحطو لا كونتيتي تاع لو كوسكوس، كيما قلت لكم لا كونتيتي على حسابكم. هنايا نفرغ عليه الماء، لازم نشلل الطعم ديالي باسكو هاد الطعم اندستريال تاع المصانع. فوالا هكذا يتشلل بيان ونخلوه يقطر مليح حتى ينشف كومبليتمون. بعد ما خليت الكسكس ديالي يقطر بيان، هنايا نبداو ندوزنو لاصوص تاعنا. فوالا في القدرة نديرو شويه زيت، بعد ما سخن لي شويه داك الزيت نضيفو هذيك الحبيبه تاع البصل اللي قلت لكم عطيتها. فوالا ديرو حبه بصل كبيره ورفوها بيان باش باش المرقه تاعكم باردون تجيكم خاطره وتجيكم بنينه. نزيد هنايا مع البصل لي مغسول تاع الفولي، نضيف عليهم هنايا لي زيتيس كما قلت لكم. نستعمل هنايا قرفة عود، شويه ملح وشويه فلفل كحل. فوالا هنايا نقلو بيان هاد الفولي ديالنا مع البصل و لي زيتيس، نخلوهم يشبعو بيان بتقليه. هنايا بعد ما تقلى لي بيان البولي مع البصل، نبدا نضيف هنايا في لي ليغيم ساك. فوالا في البقوليات ديالي نديرو لا كونتيتي تاع الحميصه، نزيدو تاني الحفنه تاع العدس. بيان سور انا غسلتهم بيان وخليتهم قطرو. وهنايا نزيد لا كونتيتي تاع لوبيا مسلمين ولا لوبيا قبايل كيما قلت لكم. بالنسبه للوبيا ديالي ديتها ليله كامله في الماء وقطرتها مليح بيان سور، هدايا باش تخرج منها كامل هذيك لا كولور نوار اللي تطلقها، والمرقه ديالي ما تجينيش كحله. فوالا، وهنايا في هاد ليتاب نمرقو القديره ديالنا بالماء سخون. فوالا لازم تمرقو بالماء سخون باش هادوك لي ليغوم ساك يطيبو لكم بيان. فوالا نمرقو حتى يتغطى داك الفولي مع هاد لي ليغوم ساك. فوالا هنايا نعاودو نولو للطعام. بعد ما نشف لي كامل من هذاك الماء اللي درتولو، هنا ندير له قيمه زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع الزيت، ماشي بزاف. فوالا هنايا راني بديت نفتح في الكسكس ديالي بيدي، بسم الله. فوالا حلوه بيان حتى يولي لكم صافي ويدخل فيه بيان هذاك الزيت. فوالا هنايا توجور مازالني نفتح في الطعام ديالي، هكذا نحلو بيان باش يتفور لي مليح. فريمون هاد لو كسكس يفكرني في لونفونس ديالي، يفكرني في الطفوله تاعي، يفكرني في لا فامي تاعي، ميم تانيك في ما غرومير ربي يرحمها. حنايا من عاداتنا توجور هذا هو طعام لي نوجدوه في الناير، واسمو سكسو سبعي سوفار، يعني بالبقوليات سبعه. البقوليات سبعه هذوك لي ليغوم ساك لي وريتهم لكم في لي زانغغيديون. استعملت انايا حميصه، استعملت عدس رقيق، واستعملت ميم تانيك لوبيا قبائل ولا لوبيا مسلمين. هاد لو كسكس 100% كابيل، يعني 100% قبائلي، وشاك فامي كيفاش توجدو، كاين يزيدو فيه اضافات وحدوخرين وكاين لي ينقصو، يعني كل وحده ولا ميثود ديالها.
هاد السكسو هدايا ولا هاد لو كوسكوس يرمز للخير والبركه. هادوك لي ليغوم ساك لي درناهم يرمزوا لعام الخير، عام البركه، عام التوفيق تاني، سورتو سورتو بالنسبه للفلاحين. يعني كي يديروه يتمنوا من ربي سبحانه انه يرزقهم سنه زراعيه مربحه ولا مفلحه كيما نقولوا. فوالا هنايا بعد ما فتحت بيان الطعام ديالي عاود رجعته هنايا في الكسكاس، دهنت له كامل لي كوتي ولا لي باغوا ديالو بالزيت باش ما يلصقناش، وراني رايحه نحطو يفور. فوالا هنايا في هاد ليتاب انا حنحط لو كسكس ديالي يفور، يفور التفويره الاولى بيان سور. انايا توجور نحب نفورو على المرقه باش يجينا بنين. فوالا وما تحطوش الكسكس ديالكم، هذه بالنسبه للبنات المبتدئات، حتى المرقه تاعكم لازم تكون تغلي، كي تكون تغلي تحطوا لو كسكس ديالكم باش يفور. هنايا بعد ما فار لي طعام ديالي التفويره الاولى نعاود نحطو في الجفنه. بسم الله نديرو له كميه تاع الملح باش ما يجيناش مسوس بيان سور. فوالا فوالا هنايا نبدا نرمد فيه ولا نشمخ فيه غير بالماء هكذا، غير بشويه، ما ديروش كونتيتي كبيره. فوالا رشوه غير بالعقل باش يشرب لكم وما يطيب لكمش ثاني كيابس. فوالا على بالي بلي ما شاء الله عليكم بنات بلادي كامل الفحلات كامل تعرفوا توجدوا ان بون كوسكوس، بصح اون سي جامي بلا كاين بنات هكذايا راهم حابين يتعلموا. انا نقول لكم طريقه بزاف سهله، تبعوا برك وطبقوا وان شاء الله تنجحوا فيه. فوالا غير بشويه. فوالا هنايا نبداو نفتحو في لو كوسكوس تاعنا، نفتحوه بيان. لي قدرت هنايا تستعمل يدها تستعمل، راهو بزاف سخونه ويفور. دو بريفيرونس نستعملو هكذايا اون سباتول ولا اون كويير اون بوا، هكذا نحلوه بيان. وكي تنغسلو هاد لافابور ولا هاد الفوار بيان سور نستعملو يدنا. فوالا فوالا هنايا نقدر نستعمل يدي نغسلو هاديك لافابور القويه. وهنايا في هاد ليتاب تعرفوا لو كوسكوس تاعكم اسكو راهو ناقص ما اسكو لا لا. فوالا كل وحده كي تكون ترمد فيه تقدر تعرف. فوالا انا نزيد له هنايا غير شويه، وتقدروا ميم تانيك تذوقوا باش تشوفوا لا راهو ناقص ملح. فوالا يعني ما كان حتى اشكال، خدموا وذوقوا باش تعرفوا الطعام ديالكم وين راهو واصل. فوالا بسم الله. هنا الكسكس ما كاش جاب لي ربي واحد ما يحبش الطعام، اكله تقليديه جزائريه. فوالا نحبوه كامل، يقول لك الطعام همه يا لو كان غير بالماء، وحنا الشعب الجزائري كامل نحبو لو كسكس، نحبوه في لي زوكازيون، نحبوه ميم تاني كي ساير ليام سورتو سورتو لو فوندردي بالجمعه. ربي ان شاء الله توجور يدوم علينا النعم ديالو. فوالا خلي هنايا لو كسكس ديالي يزيد يشرب لي بيان هذاك الماء. فوالا هنايا نروحو لي ليغوم اللي حنستعملهم انايا في هاد الطعام. في هاد لو كسكس نستعملو حنايا غير اللفت. فوالا عندي هنايا كونتيتي تاع اللفت، انا حنشارك معكم تدبيره صغيره انايا توجور نديرها في لي ليغوم تاع الطعام. كل ما نطيب طعام ونستعمل فيه الخضره ندير هاد التدبيره. هنايا عندي كميه قليله برك تاع لي زيبيس كيما راكم تشوفو، ماشي حاجه كبيره. عندي شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه تاع القرفه، نضيفهم على اللفت ديالي. فوالا تقدروا تستعملوها هاد الطريقه في نيمبورت كال خضره اللي طيبوها في الطعام. هكذا نخلطهم بيان باش يشربوا لي كامل هاد لي زيبيس، وهذوك لي ليغوم ما يجوناش سامطين، يجوناش بعين بنه تاع لي زيبيس. فوالا نخلطوهم بيان. فوالا هنايا ما تكثرولهمش بزاف لي زيبيس، جوست شويه برك قريصات صغار كيما وريت لكم، باسكو ديجا هاد لي ليغوم راح يطيبوا لنا في لاصوص، بصح هكذا باش يزيدوا يجونا بنان خير. فوالا نخلي هاد اللفت ديالي يشرب دو كوتي. فوالا هنايا انايا لو بولي ديالي راهو طاب، نحيتو هكذايا في تبيسيه وحطيتو دو كوتي. والمرقه ديالي بيان سور نفاقدها، دقتها على الملح نشوف لها مسوسه، نزيد لها شويه ملح بيان سور، شفت الى ما نشفتش تانيك، وتانيك بيكيت بالموس هذوك لي ليغوم ساك باش نشوفو وين وصلوا في طيابهم. هنايا في هاد ليتاب انا حنزيد في المرقه ديالي وهي تغلي هذوك الحبيبات تاع اللفت. فوالا الريحة راهي ما شاء الله، واش نقول لكم. فوالا
فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا عاود حطيت لي الكسكس ديالي باش يفور التفويره الدوزيام بيان سور بعد ما خليته يشرب لي بيان هذاك الماء عاود دهنت هنايا لي كوتي تاع الكسكس ديالي حطيت فيه لي كسكس وحطيته بيان سور على لاصوص وهي تغلي هكذايا باش نفوروه لا دوزيام فوا فوالا هنايا هنايا راني حنفور الطعام ديالي غير دو فوا انا توجور لي كسكس نفورو زوج خضرات كل واحد وعوايدو كاين ميم ثاني كلي يفوروه تخوا فوا الوغ هنايا نخلو لو كسكس ديالنا يفور الوغ هنايا نخلي فوالا هنايا نوتر كوسكوس اي بري هاولي كيفاش جا في الشكل النهائي ديالو دهنتو بيان بزيت الزيتون ونقدموه بيان سور مع فلفل حر مقلي حنايا هكذا نحبو نتناولوه في الدار نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم انا نقولكم غير جربوه باسكو بزاف بزاف بنين هادي بالنسبه لاصوص كيفاش جاتنا فوالا ريحتها ما شاء الله واش نقول لكم فوالا نتمنى ان شاء الله لو بلا ديالي تاع اليوم ينال اعجابكم بسم الله ندوق معاكم تشوفوا السكسو ديالنا كيفاش جانا باش نقول لكم شحال يلها شحال بنين نتمنى ان شاء الله تجربوه وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير وهنايا شاركت معكم طويلتي البسيطه تاع السهره كوم شاك فامي الجيريان كما كل عائله جزائريه نقعدوا على حاجه حلوه ربي يحل ان شاء الله يامتنا ويامتكم فوالا نقول لكم اسك قسام قاز كل عام وانتم بخير ان شاء الله ان شاء الله هاد العام يكون عام الخير والبركه والتوفيق من عند الله عز وجل نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديده مع السلامه